مشاهدينا السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي 100% رقمي، برنامج اللي كنستقبلوا فيه ضيوف وخبراء باش نناقشوا معاهم ونبسطوا لكم مفاهيم ديجيتال. هذا الاسبوع غادي نتكلموا على الحاضنات ديال المقاولات الرقميه الناشئه والفضاءات التكنولوجيه اللي ولات كتفتح جميع مدن المغرب من طرف اشخاص بغاو يخلقوا منصات كتسهل اطلاق مشاريع مبتكره وكتفتح للشباب مسارات نجاح جديده. غادي يكون معنا في هذه الحلقه ايمن ادهجي من مؤسسي فضاء البلاند الابداعي في مجالات الفن والتكنولوجيا اللي كيواكب صناع المحتوى في مدينه تيزنيت عبر تقديم المساعده لتطوير مهارات الشباب. غادي يكون ايضا معنا مهدي بوزيان مدير مشروع لاينز جيك اللي تخصص في تطوير مهارات الشباب ديال الاحياء الشعبيه بمدينه الدار البيضاء في المجال الرقمي، بالاضافه لتكوينهم احتضانهم مواكبتهم في صناعه المحتوى. في لايك الأسبوع غادي نتعرفوا على الحاضنة الرقمية التضامنية بمؤسسة محمد الحميس، مركز مخصص للأنشطة الرقمية كينتمي لشبكة مركز المقاولات الصغرى التضامنية اللي تم إنشائها سنة 2015. وفي شهر الأسبوع غادي نشوفوا شبكة الحاضنات ديال التكنو بارك اللي كتدعم المشاريع الابتكارية في عدد كبير ديال المدن المغربية وكتلعب دور مهم كموحد استراتيجي لدعم نظام الابتكار وريادة الأعمال في المغرب. ولكن كيف العادة قبل ما نبدأ نخليكم مع آخر أخبار عالم ديجيتال فقرة نيوز. أطلق المجلس العلمي لمدينة العريش مبادرة الهدف منها رقمنة المصحف المغربي وفق رواية ورش هالنافع المعتمدة في المغرب. الهدف من هذه المبادرة هو تسهيل الاقتباس المضبوط للباحثين والكتاب وتسهيل عملية التداول بين الناس اللي كيعجبهم الخط المغربي. وجه مكتب التعليم في كوريا دعوة ل 25 مدرس مغربي باش يطوروا مهاراتهم بالتعليم الرقمي عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي. تكوين المدة ديالو 8 أيام وجا في إطار مشروع عولمة التعليم الرقمي اللي طلقته وزارة التعليم في سيول سنة 2005 استجابة لطلبات عدد من الدول. دعمت لجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية للسينما التاريخية كاميرا بالعاصمة الإسماعيلية مكناس بهدف التحديث ديالها. الأهداف الكبرى للدعم كتمثل في تعزيز الشفافية وتعميم اعتماد نظام الشبابك الإلكترونية وتقوية فرص التوزيع وتنويع العرض. سلام سي أيمن ومرحبا بك معنا. ممكن تقدم للمشاهدين فضاء البلاند والدور اللي كيلعب في تنمية المؤهلات ديال الشباب المقاول في المدينة ديال تيزنيت؟ البلاند هو واحد الفضاء إبداعي اللي كنحاولوا نخدموا فيه على ثلاثة المجالات اللي هما الفن والتكنولوجيا وريادة الأعمال، بمعنى أننا كنحاولوا نشجعوا الشباب أنهم يخدموا ويكتشفوا ثلاثة المجالات. الفضاء كيتقدم بشكل مجاني وكيعطي الفرصة للشباب أنهم يتلاقوا على أساس أنه كل واحد يقدر يكمل المواهب ديال الآخر. واش فعلا فضاءات بحال البلاند كتساهم في تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال؟ مؤكد، لأنه كل واحد محتاج واحد آخر باش يكبر المشروع ديالو ولا باش على الأقل يخرج بعدا الفكرة تاعته للواقع، وبالتالي هاد الفضاءات سواء كانوا كبار ولا صغار كيعطيو فرصة ديال التقارب وديال التعارف باش كل واحد يقدر يكمل الآخر ونقدر نشجعوا بعضياتنا على أننا نحاربوا هذيك الفكرة ديال ما كاين ما يدار. وبالإضافة للتكوين والاحتضان، أش كتقدم الفضاءات التكنولوجية للمساهمة في نجاح المشاريع ذات صبغة رقمية؟ كاين واحد الاشكال كبير في المدرسه المغربيه هو انه عموما ما عندهمش لي زوتي، ما عندهمش الادوات اللي كيقدروا يخدموا بهم، وبالتالي فضاءات بحال هادو اللي كيكونوا في اغلب الاحيان ديال الجمعيات كيقدروا يقلبوا على الدعم باش يجيبوا ادوات بحال هادو ماديا، عاد كنزيدوا عليها عاوتاني ديك الفرصه ديال التعارف اللي كتشارك بها المعرفه، وبالتالي كتجمع المعرفه مع الادوات باش نقدروا نخرجوا الافكار ديالنا وباش نقدروا نسوقهم حتى رقميا. شنو هي الاسباب اللي خلاتكم نتوما في البلاند انكم تستقروا في مدينه بحال تيزنيت وما تمشيوش لمدينه اكبر مثلا اكادير اللي قريتوا فيها في لافاك واللي فيها جامعات بنزور والعشرات الالاف ديال الطلبه اللي منهم حاملي مشاريع يقدروا يدخلوا البلاند؟ احنا بكل بساطه ولا تيزنيت وعزيزه علينا تيزنيت، جاتنا الفرصه اننا خرجنا شفنا شويه ديال البلايص في المغرب وفي العالم، ولكن ذاك الحب اللي كان تيزنيت مازال مستمر، وبالتالي الفكره باش انا نخرج من تيزنيت جات بشكل طبيعي وما حسيناش انه خصنا نمشيو لبلاصه اخرى باش نلقاو الشباب، لانه الشباب اللي كنقولوا كيمشيو للجامعه في اكادير راهو في الاصل من مدن بحال تيزنيت ولا النواحي ديال اكادير، وبالتالي الفكره جات بشكل طبيعي. واش انت كتشوف بانه اي واحد يمكن ليه اليوم انه ينشا الحاضنه ديالو ويساند المقاولين الرقميين اللي دايرين به، ولا القضيه اصعب من هذا الشيء شيئا ما؟ وكل شيء خصو يبدا صغير، حتى عندنا الامكانيه اننا نبداو كبار كيكون احسن اننا نبداو صغار باش حتى المستوى ديال المعارف ديالنا وديال الخبره ديالنا كيمشي غادي مع الكبار ديال الفكره تاعنا وديال المشروع ديالنا، وبالتالي ماشي بالضروره يكون عندنا تمويلات ضخمه ويكون عندنا فضاءات كبيره ويكون عندنا علاقات مع ناس معروفين بزاف باش نقدروا نبداو الافكار ديالنا، ولكن فضاءات بحال هادو اللي كيكونوا صغار اللي كيعطيو الفرصه ديال التعارف وديال الالتقاء مهمه وكتعطي الفرصه باش ان كل واحد يكبر حسب
السرعه ديالته وحسب القدره ديال التعلم ديالو. ممكن تعطينا امثله الانشطه كتنظموها على ارض الواقع باش كتساندوا بها هاد الشباب؟ الورشات اللي كنقدموها حنا كنسميوهم كلشي ورشات جايب، بحال داك المنجد الصغير ديال الجايب، لانهم ورشات اللي كيمشيو لواحد المجموعه ديال الناس صغيره 20 30 ما كيمشيوش للجماهير كبيره، على اساس انه تكون واحد النوع ديال التجاوب المباشر مع صاحب الخبره ولا صاحب الخبره اللي يسير هذيك الورشه. وكيكون عندنا حتى مثلا عرض افلام حوايج اللي كيزيدوا من الثقافه ديال الشباب. شكرا لك ايمن حيت قسمتي معنا التجربه ديالك. مشاهدينا نخليكم دابا مع لايك الاسبوع اللي غنتعرفوا من خلاله على الحاضنه الرقميه التضامنيه ديال مؤسسه محمد الخامس. لنشاهد هشام بلعزيز مدير الحاضنه الرقميه التضامنيه لمؤسسه محمد الخامس للتضامن. تم افتتاحها يوم 14 دجنبر 2023 لفائده الشباب القاطنين بجهه الرباط سلازم والزهير والمنحدرين من فئات اجتماعيه هشه راغبين في تكوينات متقدمه في مجال الرقمنه، وكذلك الشباب الحاملين لمشاريع ناشئه في مجال الرقمنه. تنتمي الحاضنه الرقميه التضامنيه الى شبكه المقاولات الصغرى التضامنية كمركز رابع بعد مركز الدار البيضاء فاس ووجدة. معنى أننا تكوين في مجال البرمجيات هو تكوين معتمد بشراكة مع المكتب الوطني للتكوين المهني والإنعاش الشغل، وعندنا كذلك تكوين في مجال التسويق الرقمي بشراكة مع لاجي زد وويب فوكس 3، وعندنا كذلك احتضان والمواكبة ديال الشباب الحاملين للمشاريع في مجال الرقمنة. بالنسبة لشروط الاستفادة ديال تكوين ديال البرمجة الويب والموبيل، هو أولا السن ما بين 18 و40 سنة، أن الشاب يكون قاطن بجهة الرباط سلازم مرزير، يكون منحدر من فئة هشة اجتماعية هشة، ويكون له ميولات لهذا المجال ديال الرقمنة، وما كاينش أي اشتراط ديال أي مؤهلات تقنية في مجال البرمجة. بالنسبة للاحتضان والمواكبة ديال الشباب الحامل للمشاريع، شروط السن ما بين 20 و40 سنة، كذلك يكون قاطن بجهة الرباط سلازم مرزير ومنحدر من فئة اجتماعية هشة، ويكون مشروع يعني مبتكر في مجال الرقمنة، ويكون الحامل المشروع يعني عنده إلمام تقنيا بالمشروع. سلام سي مهدي ومرحبا بك معنا في البرنامج. واش ممكن تقدم للمشاهدين ديالنا فضاء لاينز جيك اللي كيجمع ما بين التكوين الرقمي ومواكبه المقاولين المبتدئين والعمل التشاركي؟ مبادره لاينز جيك هي واحد المبادره قمت بها القناه الثانيه دوزام بشراكه مع التعاون ديال الجهات والونيا بروكسل، واللي اقتبست واحد الفكره ناجحه في بلجيكا قام بها واحد المغربي ابراهيم مساري، اللي هي نحيدوا الحواجز الرقميه على الشباب ديال الدار البيضاء وديال العين السبع بالخصوص، باش انهم يقدروا يولجوا لهذا المهن الجديده ديال السمع البصري وديال الرقمي. واش ممكن تعطينا امثله لنماذج نجاح سكسيس ستوريز ولا قصص نجاح دازوا من شي برنامج قدمتوه نتوما في لاينز جيك؟ حنا هذه تقريبا واحد السنه ملي بدينا العمل في الفضاء، كنا واحد الفوج الاول ديال 30 شاب وشابة. اليوم 3 شهور بعد ما سالوا الاغلبيه ديالهم سواء لقاو خدمه سواء بداو مشروع ديالهم، واليوم عندنا تقريبا واحد 60 شاب واحد اخرين اللي كنواكبوهم، وكاين واحد العدد ديال المبادرات اللي دازوا من الفضاء ديالنا اللي قدروا يستغلوا الفضاء ديالنا باش يكبروا وباش يستعملوا الايكوسيستم ديالنا باش يكبروا الفكره ديالهم. علاش في نظرك كتلعب الفضاءات اللي كتشجع الابداع والتبادل والعمل التشاركي دور اساسي في نجاح المشاريع الصغرى؟ الشاب اللي كيدخل عندها ما كنطلبوا له لا ديبلوم، ما كنطلبوا له، كنطلبوا حاجه وحده هي لا موتيفاسيون، العزيمه ولونجاجمون، انه الانخراط في العمل. هذا الشيء اللي كيخلي اننا كنجاوبوا مع واحد الفئه الشباب اللي يمكن المؤسسات والمبادرات الاخرى ما كتقدرش تجلبهم. كنسمعوا بزاف فاش كنهضروا على الحاضنات وعلى هذا النوع ديال الفضاءات بعباره ليكوسيستيم ولا النظام البيئي اللي عنده دور كبير في تسريع نجاح المقاولات الناشئه. كيفاش ممكن تعرف للمشاهدين بطريقه مبصره ومختصره شنو هو هاد ليكوسيستيم، اش كنعنيو به وشنو هو فعلا الدور ديالو؟ اذا بغينا نبسطوا شنو هو ايكوسيستيم، وغادي نعطيك واحد ليكزومبل اللي وقع اليوم في واحد الفضاء خاص. كنجيبوا ناس اللي عندهم افكار ولا عندهم واحد مشاريع سواء متكامله سواء متقاربه، تكون واحد الاخذ ورد ما بين هاد الشباب. حنا عندنا بحال دابا في الفضاء ديال لاينز جيك دي ديفلوبور، الناس اللي كتدير الكاميرا، دونك واحد اللي عنده مشروع مثلا ديال واحد سيت اي كوميرس، غادي نلقى الديفلوبور اللي غادي يخدم معاه،
غادي نلقى الفوتوغراف اللي غادي يدير معاه الباك شوت ديال لي برودوي. عندنا دي ستوديو اللي كنعطيهم يقدروا يستعملوا لي ستوديو ديالنا. دونك فضاء واحد كينقى الافكار, كينقى العزيمه, كينقى الوسائل والناس والناس. اليوم فاش قبل من نبداو هذا البرنامج مع ايمن ما كنعرفوش لفت اننا كنا في واحد الفضاء صغير وهو كيهضر مع واحد اخر وانا كنهضر مع واحد اخر, لقينا بان كاين افكار متقاربه اللي نقدروا نطوروها من بعد. دونك هذا هو الايكوسيستم اللي بغينا نبسطوا بزاف. شكرا لك سي مهدي على الاجوبه ديالك وحيت اقتسمتي معنا التجربه ديال لاينز جيك. مشاهدينا نخليكم دابا مع شهر الاسبوع اللي غنشوفوا فيه شبكه الحاضنات ديال تكنو بارك اللي كتدعم المشاريع الابتكاريه في عدد كبير ديال المدن المغربيه. لنشاهد. نجح مجمع تكنو بارك على امتداد 24 عام من مواكبة أكثر من 3500 شركة ناشئة, وساهم في إحداث أكثر من 15,000 منصب شغل مباشر وغير مباشر في مجالات مبتكرة كثيرة, خصوصا الرقمنة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وغيرها. وكتركز الشركة المغربية لتكنولوجيا المعلومات بشكل خاص على تعزيز التكنولوجيا الرقمية ودعم المشاريع الابتكارية, وكتواكب الشباب اللي عندهم أفكار وتعاونهم لإبرازها باستخدام الرقمنة. وبشكل سنوي كتحقق الشركات داخل تكنو بارك رقم أعمال كيتجاوز مليار درهم وكتوفر أكثر من 3000 منصب شغل. وكيطمح المغرب لتعميم شبكة تكنو بارك في عدد من المدن بهدف احتضان المقاولات الرقمية الناشئة والصغيرة وتعزيز دورها كمحفز للابتكار ومحرك للتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء المملكة. وصلنا لنهاية البرنامج, ولكن عندي لكم واحد السؤال مشترك. كيفاش كتشوفوا المستقبل ديالكم من هنا 10 سنوات إن شاء الله؟ سي أيمن. احنا من هنا 10 سنوات كنشوفوا المستقبل بعدا نكونوا باقي كاينين, محافظين على الاستمراريه ديالنا ومحافظين على العلاقات الانسانيه اللي كيتبنوا ما بيننا حنا كناس اللي خدامين في البلاند والناس اللي كيستافدوا من الخدمات ديال البلاند, سواء كفضاء ولا بغينا نكونوا طموحين شويه اكثر. هو انه النماذج بحال البلاند يكونوا في بلايص اخرين, ماشي بالضروره ان البلاند براسو هو يكون كماركه في بلايص اخرين, ولكن الناس يقدروا ياخذوا من التجربه ديالنا ويديروا من المثال ديالكم. بالضبط. شكرا ايمن. سي مهدي. الهدف ديالنا هو اولا نكونوا ونواكبوا اكبر عدد ممكن ديال الشباب في مهن مختلفه. اليوم عندنا جوج ديال التكوينات, ربما اننا نسيروا التطور ديال المهن ديال السمع البصري وديال التقنيات الرقميه, وعلاش لا نخرجوا من عين السبع نمشيو لبلايص واحد اخرين فين كاين ان ايكوسيستم اللي كيشابه الايكوسيستم ديالنا في الرباط في طنجة, وعلاش لا عندنا بحال حنا اقتبسنا الفكره من بلجيكا وجبناها للمغرب, علاش لا نشوفوا الناس اللي غادي يقتبسوا من عندنا الفكره ويديوها لدول افريقيه اخرى. شكرا لك. مشاهدينا وصلنا لنهايه الحلقه, كيف العاده يمكن تتبعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على الصفحات الرسميه للاولى. كنقول لكم موعدنا الاسبوع المقبل في حلقه جديده من 100% رقمي مساء يوم الاحد على الاولى. سلامه.